السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد. أنا محمد عليوة، يا رب تكونوا بصحة وعافية وخير. مهم جدا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي المصطفى الهادي. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون إزاي إنك تقدر تحذف الرسائل الموجودة في البريد الإلكتروني الخاص بيك دفعة واحدة مرة واحدة بدون الحاجة لتحديد عدد كبير من الرسائل. مرة واحدة ضغط الزر هنقدر إن احنا نحذف رسائل البريد الإلكتروني بتكة واحدة، وكمان هنتعلم إزاي نقدر نعمل استعادة للرسائل دي. والحاجة الثالثة هنتعلمها ازاي ان انا اقدر امنع الرسائل دي انها تجيني مرة تانية وانها توصل للكمية دي، وهشوف الجهات اللي بتبعت لي رسائل بكمية كتيرة اقدر ان انا اوقف انها ترسل لي رسائل وانها توصل لي لبريدي الالكتروني مرة تانية. كل اللي هنعمله ان احنا هندخل على البريد الالكتروني، والشرح بتاعنا النهارده مناسب لاجهزه التليفون واجهزه الكمبيوتر. الفرق الوحيد ان انت لو داخل من جهاز التليفون اللي موجود معاك او داخل من اندرويد او الايفون، كل اللي هتعمله انك هتروح للثلاث نقط اللي موجودين وهتختار عرض بطريقه سطح المكتب، هتلاقيها موجودة في الأسفل، هتعلم عليها علامة صح عشان تقدر ان انت تشوف العرض بطريقة سطح المكتب وتشتغل. وطبعا شرحنا هيكون على المتصفح، انت هتعمل ده من المتصفح مش من تطبيق جيميل، لا هيكون من المتصفح الخاص عندك، هتقدر تعمل الخطوات دي بطريقة سهلة جدا. كل اللي هتعمله انك هتدخل وتيجي من الجنب هنا في سواء كان من التليفون او من الكمبيوتر، وهتختار حاجة اسمها كل البريد عشان تشوف كل الرسائل اللي موجودة، سواء كانت رسائل مستلمة، رسائل مرسلة، رسائل غير مرغوب فيها، كل الرسائل هتتجمع. انا هنا مثلا عندي 6279 رسالة، كل اللي هعمله ان انا هدوس على علامة التحديد اللي موجودة هنا. انا كده حددت الرسائل اللي موجودة، حددت 50، تم اختيار 50. ممكن بقى بتكة كمان واحدة اعمل كده، يبقى انا حددت الرسائل اللي موجودة كلها اللي هي 6279 رسالة. اقدر ان انا بطريقة سهلة جدا ادوس على حذف، وبيقول ان انا كده هحذف 6000 رسالة. طبعا الموضوع هياخد دقيقتين تحميل اقل حاجة عشان يقدر ان هو يمسح الرسائل بالكل. هنا كده علامة التحديد، اختيار جميع الرسائل وحذف. هيقول لي ان ده هياخد وقت عشان يقدر ان هو يلغي الرسائل ويقدر ان هو يقوم بحذف الرسائل كلها مرة واحدة. طبعا زي ما انت شايف هنا في جاري التحميل. بعد كده هتلاقي البريد اللي موجود عندك ما بقاش فيه رسائل، الرسائل بقت فارغة، البريد المرسل بقت فارغة، هتلاقي الدنيا كلها بقت فاضية، ما بقاش عندك اي رسائل في الايميل اللي موجود عندك تقدر ان انت تطلع عليها. طيب ازاي بقى اقدر ان انا ارجع الرسائل اللي انا لغيتها دي يا محمد، او ان انا اقدر استعيد الرسائل؟ عشان تعرف ان استرجاع الرسائل اللي موجوده على الايميل ليه شرط معين، ان الرسائل دي تكون محذوفه في مده ما زادتش عن 30 يوم. يعني انا لو دخلت هنا على المهملات هلاقي ان بيقول لك بيتم حذف الرسائل تلقائيا في بعد مده اقصاها 30 يوم. طيب ازاي بقى اقدر ممكن اعمل تحديد واعمل افراغ المهملات الان، او ان انا احذف الرسائل اللي موجوده الان الحذف نهائيا؟ لو انا عملت الخطوه دي الرسائل دي مش هتكون موجوده ومش هقدر ان انا اعمل لها عمليه استعاده. طيب ازاي اقدر ان انا ارجع الرسائل دي مره تانية؟ كل اللي بعمله ان انا بدوس على علامه صح و بختار اختيار جميع الرسائل، اللي انا اكون محدد كل الرسائل اللي موجوده في البريد، واقدر ان انا من هنا اعمل عمليه نقل وانقلها للمكان اللي انا عايزه. ممكن مثلا انقلها للبريد الوارد مره ثانيه، بيقول الاجراء هياخد وقت برضو عشان تتم عمليه التحميل. بالطريقه دي هقدر اعمل استعاده للرسائل مره ثانيه وترجع لي مكان التحميل او مكان البريد الوارد اللي انا حددته. طبعا في اكتر من مكان تاني ممكن ان انا احدده، ممكن اخليها في الرسائل المؤجله، في المميزه بنجمه، في اي مكان انا عايزه من الاختيارات اللي موجوده، ولكن ده طبعا هيكون بعد ما تتم عمليه التحميل اللي ظاهره فوق في الاعلى. وزي ما اتفقنا ان التحميل ده ممكن ياخد منك من دقيقة لاتنين حسب سرعة الانترنت اللي موجودة عندك، عشان ده بيتم حذف كمية هائلة من الرسائل. انا عندي هنا 6279 رسالة بيتم حذفهم مرة واحدة، فنقطة مهمة تكون مركز عليها. بعد ما بيكتمل الاجراء هتروح للبريد الوارد والرسائل الاجتماعية، هتلاقي كل الحاجات دي ظهرت تاني وبقت موجودة في الخيارات اللي موجودة عندك هنا كده. هتروح لكل البريد هتلاقي رجعت الرسائل تاني بنفس العدد ورجعت لمكانها تقدر ان انت تستعين بيه. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة، انا مش عايز الرسائل توصل للكم ده تاني يا محمد، انا حذفت الرسائل كلها وعايز ان انا
يوصلنيش رسائل من جهات معينه. وليكن مثلا انا بوك دي كنت مشترك فيها ومش عايزها تجيب لي رسائل مره تانية. كل اللي بتعمله في اي حاجه بقى، سواء كان فيسبوك، تمبلر، اي حاجه انت مشترك فيها مش عايز انها تبعت لك رسائل مره تانية، كل اللي بتعمله انك بتدخل على رساله من الرسائل دي، تصفح الرساله وتنزل للاخر خالص، هتلاقي مكتوب لك ان انت بتستقبل الرسائل دي عشان انت مشترك في الموقع ده او عامل سبسكرايب او عامل اي حاجه. كل اللي هتعمله ان سبسكرايب او ان لايك. هتدخل بيقول لك احنا اسفين ان احنا بنشوفك وانت بتمشي بعيد عننا، فخلاص كده مش هيبدا ان هو يجي لك رسائل مره تانية. في بعض المواقع هيطلب منك انك تسجل الدخول عشان تقدر تعمل حذف لاشتراكك في الرسائل اللي موجوده عندهم. يعني تمبلر مثلا هيطلب منك انك تسجل الدخول عشان ما تجيلكش رسائل مره تانية. غيره من المواقع كده خلاص هنا كده انسبسكرايب، هقول لك سجل الدخول واعمل انسبسكرايب عشان ما يجيلكش رسائل مره تانية. وهكذا تقدر ان انت تلغي رسائل انها تجيلك مره تانية، وتقدر ان انت تستعيد الرسائل، وتقدر تحذف الرسائل مره واحده. شكرا ليكم، واتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، ودمتم في رعايه الله.